مثال واحد، إذا كان لدينا سين، راح نبين أولا هل هي كثيرة حد أم لا. إحنا أخذنا شروط وحيدات الحد، إذا كان في وحيدة حد لا تتضمن قل ليست كثيرة حد. في هذه الحالة طبعا تتضمن الشروط الأس اللي إليها موجب، الأس اللي إليها واحد، ولا تحتوي على متغير في المقام. احنا نقول عنها كثيرة حدود لها حد واحد. الدرجة الأولى، إذا كانت الدرجة الأولى نقول عنها خطية. ليش الدرجة الأولى؟ لأن أس واحد، سين أس واحد، ولها حد واحد، كثيرة حدود لها حد واحد فقط. المثال الثاني، مثال رقم 2، لو كان لدينا سالب 3 صاد تربيع ناقص 2 صاد زائد 4 صاد ناقص 1. هنا لابد من الانتباه، قد يجي واحد يقول كم عدد الحدود؟ احنا نعرف ان كل حد وحد يفصل بين اشارة الموجب او السالب. هذه عندي سالب، هنا عندي موجب، وهنا عندي سالب. لو وضعنا قلنا هذا حد حد حد، احنا لابد قبل لا نقول مثلا رباعية الحدود، لابد ان نتأكد ان جميع هذه الحدود ليست متشابهة. كيف يعني ليست متشابهة؟ يعني ما في حدين يكونوا متشابهين لهما نفس الدرجة. يعني مثلا هنا نلاحظ الحد الأول من الدرجة الثانية، هنا عندي من الدرجة الأولى، من الدرجة الأولى، والحد الأخير الدرجة الثابتة اللي يسموها الصفرية. فنلاحظ أن الحد الثاني والثالث متشابهين، فلازم نجمعهم، فبصير عندي من جديد نبدأ عملية التجميع والتبسيط. 3 صاد تربيع، راح نجمع العوامل سالب اثنين مع موجب 4، نجمعهم الآن دين واسترداد، عندي 4 بصرف 2 يبقى عندي موجب 2 صاد. فاختصرنا الآن الحدين اللي في المنتصف، ويبقى عندي في الأخير ناقص 1. إذا هنا نلاحظ أن هي ثلاثية الحدود. الدرجة اللي إليها نقول له الدرجة، أعلى أس موجود هو عندي هو الاثنين، نقول له الدرجة الثانية. الثانية مثال 3، إذا كان لدينا، ناخذ مثال 3، بيكون في عندي أكثر من متغير، 5 راء سين زائد 7 نون ف كاف بهذا الشكل. نلاحظ الآن في هذا المثال وجود أكثر من متغير. في حال وجد أكثر من متغير، هذا نقول له أس واحد، راء أس واحد، وسين أس واحد، هنا أيضا واحد واحد واحد، ما عليهم أي شيء. فيكون هذه كيف نحسبها؟ طبعا نقول له أولا كم حد لها، لا يوجد بها حدود متشابهة. هنا في عندي راء سين، وهنا عندي نون فا كاف، حدود غير متشابهة. إذا نقول له ثنائية الحدود. هذا بالنسبة للدرجة، راح أجمع واحد زائد واحد زائد واحد لكل حد، هذا يكون 3، وهنا واحد زائد واحد 2، أعلى درجة هي الثالثة، إذا نقول له هي من الدرجة الثالثة. بهذا الشكل إذا كان المتغيرات مختلفة، نجمع الأسس اللي إليهم ونطلع درجة الحد، ودرجة كثيرة الحدود هي أعلى درجة موجودة في هذه الحدود. ناخذ
مثال أربعة. إذا كان لدينا سبعة سين صاد خمسة عين بهذا الشكل، طبعا نقول له بما أنه لا يوجد بين المتغيرات والأرقام إشارة الموجب أو الطرح، فهي عبارة عن حد واحد فقط. كثيرة حدود لها حد واحد. وأيضا نقول عنها طبعا من أي درجة، هنا السين أس واحد، صاد أس خمسة، عين أس واحد، فنجمع هذه الأرقام، واحد زائد خمسة زائد واحد يساوي سبعة. إذا نقول له الدرجة السابعة. إذا هذه كثيرة الحدود ذات الحد الواحد من الدرجة السابعة. مثال خمسة، مثال رقم خمسة. إذا كان لدينا اثنين ميم نون ناقص ثلاثة ميم نون تربيع ناقص سبعة ميم أس اثنين نون أس اثنين ناقص 13. نتأكد من عدم وجود حدود متشابهة. لاحظ في هذا المثال أن عندي هنا ميم نون، هنا ميم نون تربيع، هنا ميم تربيع نون تربيع، لا يوجد حدود متشابهة، وهنا عندي حد ثابت. الحدود هذه الأربعة نشوف الدرجة اللي إليها، هنا طبعا واحد زائد واحد هذا الحد من الدرجة الثانية، هنا عندي واحد زائد اثنين من الدرجة الثالثة، هنا عندي اثنين زائد اثنين من الدرجة الرابعة، هنا طبعا من الدرجة صفر لا يوجد به متغيرات، فبيكون عندي نقول عنها رباعية الحدود، الحد الأول الثاني الثالث الرابع. الدرجة نقول له الدرجة أعلى درجة الرابع بعد جمع الأسس اللي إليها، إذن من الدرجة الرابعة. مثال ستة، مثال ستة. إذا كان لدينا سؤال ستة، عشرة سين أس سالب أربعة ناقص ثمانية سين أس واحد، هنا طبعا نقول له هذه ليست كثيرة حدود. لماذا؟ طبعا لأن الأس هنا بالسالب، وإحنا قلنا من قبل إذا كان الأس سالب يكون ليست وحيدة حد، وبالتالي هي ليست كثيرة حدود. ننتقل إلى نقطة جديدة من الدرس، والنقطة الثانية. قد يكون عندي ما هي الصورة القياسية لكثيرة الحدود؟ إذا جينا نتكلم عن الصورة القياسية، لابد من ترتيب ذات المتغير الواحد. الصورة القياسية يكون لها متغير واحد فقط. تكون بهذا الشكل، ناخذها على شكل مثال. إذا كان لدينا كثيرة الحدود التالية، نقول له واحد كثيرة الحدود التالية، ثمانية ناقص اثنين سين أس اثنين زائد أربعة سين أس أربعة ناقص ثلاثة سين، وقال لي اكتب هذه كثيرة الحدود على الصورة القياسية. كيف نكتبها على الصورة القياسية؟ راح أولا نشوف درجة كل حد فيها، هنا طبعا الدرجة صفر، ثم هذه أعلى أس هو الثانية، هنا عندي الدرجة الرابعة، ثم عندي الدرجة الأولى لأن سين أس واحد. راح أبدأ بترتيب بالترتيب التنازلي بالنسبة للدرجة، فهذه تكون الصورة القياسية. راح نبدأ بأربعة، أربعة
سين أس 4 بهذا الشكل. نبدأ بأعلى أس، ثم اللي يجي بعده سالب 2 سين أس 2، ثم يجي بعده ناقص 3 سين، ثم آخر شيء بيكون عندي هذا هو موجب 8. لا يكتب الموجب في إذا كان الحد الأول زائد 8. هذه طبعا نسميها الصورة القياسية. طبعا يطلب مني أيضا في هذا السؤال أوجد العامل الرئيسي. العامل الرئيسي طبعا العوامل هي المضروبة بهذا الشكل، خلنا نحدد العوامل، هذا نسميه عامل، وأيضا سالب 2 عامل، سالب 3 عامل. العامل هو المضروب في المتغير، فهذا أكبر أس اللي موجود عليه، أكبر أس اللي هو سالب 4 هو العامل الرئيسي، هذا نسميه العامل الرئيسي، هذا هو العامل الرئيسي الأربعة. إذن الأربعة هو العامل الرئيسي الذي له أعلى درجة في كثيرة الحدود. نأخذ مثال اثنين. مثال اثنين نقول له صاد زائد 5 صاد أس 3 ناقص 2 صاد أس 2 ناقص 7 صاد أس 6 زائد 10. لاحظ في كثيرات الحدود اللي راح نكتبها على الصورة القياسية أن يكون إليها عامل واحد فقط، يكون لها متغير واحد. المتغير شوف هنا نلاحظ أن المتغير سين فقط موجود عند سين، وأيضا في المثال الثاني نلاحظ وجود الصاد. ثم نبدأ أولا قبل أن نكتبها على الصورة القياسية نشوف هل هناك حدود متشابهة أم لا. نحدد الدرجة، هنا عندي صاد أس واحد يعني من الدرجة الأولى، 5 صاد أس 3 من الدرجة الثالثة، ثم سالب 2 صاد أس 2 من الدرجة الثانية، سالب 7 صاد أس 6 من الدرجة السادسة، ثم آخر شيء من الدرجة 0 للحد الثابت. ثم نبدأ بترتيب كثيرة الحدود تنازليا بالنسبة للدرجة. نأخذ أعلى درجة، أعلى درجة هي سالب 7 صاد أس 6، بعدها يجي عندي زائد 5 صاد أس 3، ثم بعد ذلك سالب 2 صاد أس 2، ثم عندي زائد صاد، وآخر شيء عندي زائد 1. طبعا هذه خماسية الحدود وهي من الدرجة السادسة، هذه هي أعلى درجة من الدرجة السادسة. العامل الرئيسي لها هو 7، إذن 7 نسميه عامل رئيسي لكثيرة الحدود التالية، وهي الصورة القياسية. إذن هذه هي الصورة القياسية بعد الترتيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.